وين وين وين؟ أنا مسافرة دبي. شلون؟ وأنا آخر من يعلم سافر لدبي ما في. وبعدين نسيتينا، وبعدين أبو مشعل بنسوي له إعلان لعمارته من نظيم. أنا من تزوجتك لا فتحت شركتي ولا خليتني أكمل إعلاناتي ولا حتى تخليني آخذ فلوس من أصدقائك، وخسرتني فلوسي وكل جمهوري بالسناب. أنا ما أريدك بعد، أرد أطلق. يلا نسيتيني أنا فتح لامج؟ لا بالله، من كل عقلك يا شايب. وش بيك انتي؟ ليش يا ما تجرحيني؟ واقول لك كرشته قدامي وخذت قشه وطلعت. وهو ايش قال؟ ايش بيش انتي تجرحين قلبي يا بي. المهم ابيت الحين اول ما يجيت تطلبين رضاوه وتقولين رضاوتي 100,000 علشان يعرف قدرت. سمعتي ولا لا؟ مو بس 100,000، الا بطلب طقم ذهب والماس بعد. كفو ام عامر، هذا هو زوجه، خلص قويه. ام عامر ردي عليه. نعم. انت هنا وانا ادوز بكل البيت. خير، وش تبي؟ يخلص. انا وش ابي؟ ابيك كلش ابعد عمري. لا تحاول تراضيني، انا ما يرضيني الا تقبلين مني هالوردة. اقبل اقبل يا زينة. زينة مالت عليت، جاب راسه بوردة، ما اقول غير كش بس.